السلام الخوت، اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي فيه بزاف ديال الحقائق العلميه، لهذا غادي يكونوا دي ريفيرونس اللي غادي نخليهم في الديسكريبسيون. وبالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا اكثر يهضروا معايا في لاباج فيسبوك اللي حتى هي غادي نخلي اللينك ديالها في الديسكريبسيون، باش نصيفط لهم دي ليان ديال كتبه اولا دي زارتيكل سيانتيفيك اللي يهضروا على هذا الموضوع. الموضوع هو كوكب الارض اللي حنا عايشين فيه واللي عاشوا فيه بزاف ديال الكائنات الحيه قبل منا. غادي نهضر على كيفاش تكون هذا الكوكب وكيفاش ولا مع الوقت واحد البلاصه اللي كتعطينا واحد البيئه امنه للعيش. هذه الارض، الكوكب اللي كنعيشوا فيه واللي كيحمينا من بزاف ديال المخاطر في الكون، واللي عاشوا فيه قبل منا بزاف ديال الكائنات الحيه. هادو كواكب اخرى، منهم اللي صخري بحال الارض ومنهم اللي غازي، على حساب مناش كيتكونوا. هاد الكواكب كتواجد بواحد المكان في الكون اللي سميتو المجموعه الشمسيه، واللي الشمس اللي كنعرفو هي اكبر نجم فيه، واللي كتمثل تقريبا 99.86% من الكتله ديال هاد المجموعه كامله. هاد المجموعه الشمسيه بدورها كتواجد في واحد المجره اللي سميتها درب التبانه. نرجعوا للمجموعه الشمسيه وكيفاش تكونت اول مره، وباش نعرفو هادشي خاصنا نعرفو المراحل اللي كيمر منهم كل نجم. ولادة النجوم كتكون من خلال تجمعات ديال الغبار الكوني والغازات اللي نتجات من المراحل الاولى ديال نشاه الكون. مع التكتف ديال هاد الغبار والغازات اللي كيتسموا سديم، وبفعل الجاذبيه كيتكونوا عندنا النجوم. هادشي بطبيعه الحال كيمر من بزاف ديال المراحل اللي كتاخذ وقت كتير. الشمس ديالنا حتى هي جات من خلال هاد المراحل، واللي خدات تقريبا مليون سنه باش تكونات. في الاول كانت نجم ابيض ساطع، ومن بعد تقريبا 4.5 مليار سنه ولا اللون ديالها اصفر برتقالي كيف كنعرفوها دابا، ثم كتولي نجم احمر عملاق، وفي الاخر كتولي قزم ابيض. هاد المراحل كياخذوا تقريبا 10 الملايير ديال السنين، يعني دابا الشمس تقريبا في النص ديال عمرها. نكملوا شنو وقع من بعد تكون الشمس. بقاو لينا البقايا ديال السديم اللي هما الاساس ديال تكون الكواكب اللي كاينه دابا في النظام الشمسي. ففعل الجاذبيه بقاو الصخور كيتلاقاو مع بعضهم حتى كونوا لينا كتله صخريه كبيره، واللي كيكون عندها واحد المسار معين حول الشمس. الارض فاش يلاه تكونت هذه 4.54 مليار سنه كانت عباره على واحد الكره ديال النار، وكانت الحراره فيها كتوصل 1200 درجه مئويه. ما كانش فيها الهواء، كان غير ثنائي اكسيد الكربون، النيتروجين وبخار الماء. في ذاك الوقت كانوا بزاف ديال الكويكبات في النظام الشمسي. واحد من هاد الكويكبات سميتو تيا، واللي كان الحجم ديالو تقريبا قد الحجم ديال المريخ. غادي يصطدم بالارض بواحد السرعه اللي واصله ل 15 كيلومتر في الثانيه. هاد الاصطدام نجات عليه بزاف ديال الصخور اللي بقات كدور على كوكب الارض، وبفعل الجاذبيه ديال الارض على هاد الصخور تكون القمر. القمر كان قريب للارض، وكانت المسافه اللي بيناتهم غير 22000 كيلومتر، اما دابا فراه بعيد ب 400000 كيلومتر، لانه ثبت ان القمر كيبعد علينا كل عام 3 سنتيمتر. وهذا الاثبات جاء بفضل واحد العمل اللي كتقوم به لنازا ليومنا هذا، بحيث كل نهار كيسلطوا اللازر على واحد العاكسات موجوده بسطح القمر. هاد العاكسات تحطوا فيه في الرحله الاولى اللي دارت لتما، والدور ديالهم انهم كيستقبلوا داك اللازر وكيعاودوا يصيفطوه للارض باش يحسبوا الوقت اللي خدا باش ترجع. وبالفعل كيف قلنا راه القمر كيبعد علينا عام على عام. الاصطدام ديال تيا مع كوكب الارض خلى الارض تولي عندها سرعه كبيره ديال الدوران، وكان اليوم كامل فيه 6 سوايع. من بعد هادشي بستة الملايين ديال السنين تعرضت الارض لهجوم خطير ديال النيازك. هاد النيازك راهما الحطام اللي بقى من بعد ما تكونات مجموعه الشمسيه. بعد هاد النيازك جابوا معاهم اهم عنصر ديال الحياه اللي هو الماء. هاد القصف ديال النيازك استمر تقريبا 20 مليون سنه، وبدا الماء كيتجمع فوق الارض، وبدا السطح ديال الارض كيبرد مع الوقت حتى وصل 70 درجه مئويه. السرعه ديال الارض والقرب ديال القمر خلى الارض تكون كلها عواصف، ونتج عليها حركات كبيره ديال المد والجزر. ولكن مع الوقت بدا القمر كيبعد، الامواج بدات كتنقص الحده ديالها، وحتى السرعه ديال الارض بدات كتنقص. من بعد بدا الباطن ديال الارض اللي باقي سخون كيخرج، بانوا براكين اللي مع الوقت بردات الحمام ديالها وكونت لينا بزاف ديال الجزر. الارض
قبل 3.8 مليار سنة تعرضت لهجوم آخر ديال النيازك. هاد المرة جابوا معهم المعادن والبروتينات البدائية. هادشي اللي جا من الكواكب تزاد على بعض المعادن اللي جاتنا من سطح الأرض بفعل عملية الحث اللي دارت الأمواج. ومع الحمام البركانية اللي كانت في الماء ولا عندنا واحد الخليط كيميائي. لحد الآن حتى واحد ما عارف كيفاش بالضبط وقع، ولكن هاد الخليط تفاعل وخلى بزاف ديال الكائنات المجهرية تكون، واللي كانت أول كائنات أحادية الخلية. في البلايص اللي ما فيهمش الماء قبل 3.6 مليار سنة بانوا فيهم مستعمرات سميتهم أستروميتالايت، اللي هما بزاف ديال البكتيريا. هاد البكتيريا كانوا كيديروا عمليات تركيب الضوئي، واللي بفضلها بدا كيتنتج لنا الأكسجين. من بعد هاد الشي بجوج مليار سنة غادي تبدا القشرة الأرضية كتحرك بفعل الحرارة اللي كاينة في لب الأرض. هاد الحركة استمرت 400 مليون سنة، وغادي تخلي كاع الجزر البركانية تولي قارة وحدة اللي سماوها رودينيا. ولكن من بعد ملايين ديال السنين وتقريبا هادي 750 مليون سنة بدا تاني الباطن ديال الأرض كيتحرك وخلى هاد القارة تقسم على جوج. هاد النشاط الجيولوجي اللي وقع خلى بزاف ديال البراكين تبان. هاد البراكين كانت كتنتج لينا ثنائي أكسيد الكربون اللي تخلط مع الماء وعطانا أمطار حمضية. الصخور اللي عندنا بدات كتمتص هذيك الأمطار الحمضية اللي كانت عامرة بثنائي أكسيد الكربون. هادشي خلى الغلاف الجوي ينقص منه أهم عنصر اللي كيقدر يحبس لنا أشعة الشمس. النتيجة كانت هي درجة الحرارة ديال الأرض اللي بدات تنزل مع الوقت حتى وصلت لناقص 50 درجة مئوية، وخلات الأرض تعيش أطول وأكثر العصور الجليدية اللي دازت لحد الآن. مرة أخرى غادي تخرج البراكين حيت باطل الأرض باقي طالعة فيه درجة الحرارة، وبدا ثنائي أكسيد الكربون كيكتر في الجو، وبدا الجليد كيدوب بفضل الحرارة اللي بدات كتطلع. هاد الجليد اللي داب خلى الأكسجين يزيد يكتر في الجو. من بعد ما سال العصر الجليدي ووصلت درجة الحرارة تقريبا 22 درجة مئوية بانوا المحيطات مرة أخرى. هاد المرة الحياة في المحيطات تطورت بشكل كبير، بانوا نباتات وبزاف ديال الكائنات الحية متعددة الخلايا. هاد الفترة في تاريخ الأرض سموها الانفجار الكامبري اللي كان هادي تقريبا 600 مليون سنة قبل من دابا. الأكسجين اللي كان ديك الساعة كتير خلى الكائنات الحية يكونوا عندها أحجام كبيرة وقدرت تطور حتى هياكل عظمية. 460 مليون سنة قبل من دابا الحياة غادا كتطور مزيان في المحيطات، ولكن في سطح الأرض مازال ما كاين والو. شنو السبب؟ السبب هو أشعة الشمس اللي كانت باقا خطيرة وصعيب الكائنات الحية تعيش معها، ولكن مع الأكسجين اللي ولا كتير في الجو بدا كيتنتج لينا الأوزون اللي قدر يكون واحد الطبقة كتحمي الأرض من الأشعة الخطيرة ديال الشمس. لمدة 120 مليون سنة بقى السمك ديال طبقة الأوزون كيتزاد، وبداو كيبانوا نباتات فوق سطح الأرض اللي حتى هي بدورها بدات كتنتج لينا الأكسجين. قبل 375 مليون سنة بداو بعض الكائنات الحية اللي كانت عايشة في المحيطات كتحاول تطلع لسطح الأرض وتأقلم مع الجو، وخلال 15 مليون سنة طورات هاد المخلوقات وقدرات أنها تلقى طرق للعيش فوق سطح الأرض. يعني هادي 360 مليون سنة قدرات بعض المخلوقات أنها تنتقل من العيش في المحيطات للعيش فوق اليابسة اللي ولات هي الموطن ديالها. من بعد واحد الازدهار اللي عرفته الحياة فوق اليابسة غادي يبدا التوران ديال بزاف ديال البراكين، وبدات اللافا كتحرق اي حاجه كانت فوق سطح الارض، والدخان خنق المخلوقات اللي كانت بعيده عليها البراكين، وكان هذا اول انقراض جماعي كتعرفه الارض، وهكذا كانت النهايه ديال العصر الكامبري. وصلنا دابا ل 200 مليون سنه قبل الوقت ديالنا. الارض بدات كتعافى من الكوارث اللي عرفاتها، ومن بعد ما 95% ديال الكائنات الحيه ماتت فكانت الفرصه باش يبانوا مخلوقات جديده، بحال واحد الكائن اللي عاش في الارض اكثر من اي مخلوق، الديناصورات. هذه 180 مليون سنه بدات مره اخرى القشره الارضيه كتحرك بشكل كبير، وبدات كتبان القارات والمحيطات اللي كنعرفوها دابا، وتشكلوا لنا سلاسل جبليه اللي منهم سلسله جبال الهيمالايا. غادي نسرعوا شويه الوقت وغادي نمشيو ل 65 مليون سنه قبل من دابا. كويكب الطول ديالو 10 كيلومتر وجاي بسرعة ديال 70,000 كيلومتر في الساعة غادي يضرب في خليج المكسيك. هاد الاصطدام غادي ينتج عليه انفجار كبير، زلازل وتسوناميات في جميع السواحل
هاد الكوارث خلات الحرارة ترتفع بشكل كبير في الأرض، لدرجة أن النباتات بدأت كتحرق تلقائيا، والديناصورات ما بقاو لقاو ما يأكلوا. هذه كانت نهاية ديال عصر الديناصورات اللي دام 165 مليون سنة، ولكن هاد النهاية شكلت البداية ديال كائنات أخرى بحال الثدييات اللي قدرت تعايش مع البيئة المحيطة بها ديك الساعة. ومن بعد ما الأرض رجعت للهيئة ديالها الطبيعية، بدات هاد الثدييات كتطور وبانوا كائنات كثيرة ومتعددة. هذه كانت خلاصة ولمحة سريعة على كيفاش تكونت الأرض والمراحل اللي دازت منهم باش قدرنا دابا نسميوها الكوكب الأزرق الجميل اللي مليء بعدة أشكال من الحياة، وخاصنا نحاول ما أمكن نحافظوا عليه كيف ما هو حامينا وحافظنا من بزاف ديال المخاطر اللي موجودة الخارج. نتلقاو في الحلقة الجاية، وشكرا على المتابعة.